هاي أوكرانيا هي تاني أكبر دولة بأوروبا الشرقية، جيشها بينعاد بين أكبر الجيوش بالعالم، عندها أعمق محطة مترو، وهي الرابعة من ناحية محو الأمية بالعالم. إيفانا كوبالا هو يوم احتفالي بهالبلد، بينطوا فيه الصبيان والبنات اثنين اثنين فوق النار لتطهير روحهم، وإذا قدروا يقطعوا النار من دون ما يتركوا إيدين بعضهم، هالشي بيعني إنه حبهم رح يعيش للأبد. بعكس عدة حضارات حول العالم، الأوكرانيين بيلبسوا خواتم الزواج بإيد اليمين. تعتبر كييف العاصمة الروحية للبلد لأنها بتضم كنائس وأديار معروفة، وعندها أوركسترا فيلارمونية معروفة عالمياً بحرفيتها. ترامبيتا هي أطول آلة موسيقية بالعالم ومصدرها أوكرانيا. مين قال إنه تقليد تلوين البيض بعيد الفصح بيعود لأوكرانيا؟ أنا قال. شوفكم بكرة.